السلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم ونقصكم حتى خير يا ربي. المهم البنات اليوم بقيتونا كنا مع الصباح اول مره واقيله تنخرج مع هذا الوقت هادي. وصلت وصلنا رازين، مشات معايا ماما، مشينا للمدرسه، شافت المدرسه، انا اللي ديتها شافت المعلمه ديال رازين. خبرت لك ديري المعلمه؟ بغات تقول ليها ساعه المعلمه كانت مشغوله. لا جراتني، قلت لها يلا سيري، قالت لي لا لا بغات، قالت لي زعما تلقيش مني. مسكينه بغات توري ماما المعلمه، ولكن المعلمه كانت تهضر مع واحد السيده كانت مشغوله. صافي قلت لها بسلامه باي باي، تنرجعوا تنعاودوا نرجعوا فاش نبغي نجيبها ولا فاش نديها غدا. المهم البنات وصافي رجعنا للدار، بدلنا بالزربه وخرجنا. مع ذلك السونتر فيل عامر، مع ذلك وخا الصباح. ايوا صافي يلاه جينا دابا للقهوه. هانتوما حنايا في كوسطا جينا للقهوه، واخا راه فطرنا ولكن عرفتي فيه الجوع. المهم نقول لكم لا كوموند اللي خدينا. ماما واخده قهوه، هيا وسي ما قالت لكمش مشي نجيبها. سيري. ماما واخده قهوه وكرواسة، صوريا عصير وكرواسة. انا شنو صوريا تصدمات، خديت ساندويتش حيت انا الصراحه فيه الجوع، وديما صافي كليت في الدار. فطرت انا جاي نتغدى دابا، غدا الاولاني بدا معايا 11:30. ايوا صافي ومن بعد غنمشيو نضربو دورة وداك الشيء. كتبغي ها انتوما ها هاد الشيء ديال ماما، هذا الساندويتش ديالي خديت فيه غير فرماج ومطيشه والصوص من الفوق. ديال صوريا هذاك. شنو ديالك؟ قلت لها خذي شي حاجه سخونه ما بغاتش. المهم مخلط فيه بزاف الحاجات، التفاح وصافي. ماما بيات شي قهوه كحله، فاش بغيت نكوموندي لها قالت لي انا كتجيبي لي داك الغراف. هذيك ما قهوه ما والو، ها الماء. ها ماما، ها صوريا اختي، الاولاد ديالنا ناعسين. يلا ماما يلا قضي الغرض، تبرد ليك القهوة. الو، ها وداد في التليفون. وداد في التليفون، العائلة كاملة مجموعة. خليت ماما وصوريا وجيت هنايا للصالون، بغيت نحيد حجباني. شوف شحال نايضين هنايا الصالون، جا في هذا المول هذا لتحت وما خليتهم الفوق. ها هو الصالون تبارك الله، الشعر اللي عندها. يلا اجي يلا اجي، بغيتي تصوري مع البنات؟ يلا سلمي عليهم بعدا هما الاولين. سلمي عليهم سلام بهلا بس كتبين صف. يلا بوسيهم بوسيهم بوسه كبيره. اند ميك هارت فور ذم. انتم يا لالا، انتم انتم امين ذا هارت. المهم البنات قبيله صراحه ما كملتش معكم التصوير، كنت مشغوله. ماما ماشي اول مره كتجي عندي، ولكن اختي اول مره كتجي. دورتها بزاف ديال البلايص، من هذا المجازل لهذا المجازل لهذا المول هذا، وشي ربعه سوايع حنا كنتمشاو. ما ساليتش كاع مع الدراري الصغار، رد تاخر رقدي هادي. المهم والله ما ساليت نصور. دابا تجيت للدار، ما شديت عليا الباب، جيت هنا للبيت، بغيت نتقاسم معكم داكشي اللي جابت معايا ماما. واخا تقاسم معكم داكشي اللي جابت ديال الماكله، ولكن داكشي ديال هكا كادوات لينا. هاي الباليزه قدامي، يلا غادي نشاركها معكم. ورازين قالت لي حتى انا بغيت نوريهم شنو جابت ليا جرانما، كتقول ماما جرانما. وصافي هاي الباليزه غادي نحلها دابا، يلا وريهم. يلا شنو هادشي؟ شنو هادشي رازين؟ وصا هاو يلا قولي اليوم شنو هادشي. قولي سكافن. سكافن هات اند جلوفز. قالت لكم سكاف هات اند جلوفز، الطربوش واللي قالت والشال. شنو اخر؟ ماوس. ميني ماوس. هادي بيجاما ديال ميني ماوس. ميني ماوس. هادي بيجاما ديال ميني ماوس ديال المبرا، زوينه. رازي شافتها وهي تفرح. يلا يلا ورينا شنو اخر. ها
هادي يلا وريهم. لا ماشي هادي، هادي ديالك. ها نتوما يا why there's some eyes. ايز هادو ديال البطه. ها نتوما هادي بيجاما اخرى النوار. هذا السروال ديالها زوينه. ها ايوا مازال كبارين عليها شي شويه. ها نتوما قالك بغات توريكم. صافي شافوها رازي. شنو اخر؟ هادي بيجاما رازي. قلتي جدا فوغيغ. هادي بيجاما لراسي منامة. هادي منامة ديال مبرا لراسي في الموف. ما عرفتش اللون واش كيبان لكم ولا لا، ولكن موف موف زوين هاد اللون هذا كيحمقني. وهنايا جبت لينا هاد انا واختي سوريا. انا خديت هاد اللون هذا وهي خدات هذا. هاد الدرور هادو ديال حياتي فيهم هاد الشاشيات هادو زوينين. Yes. فيهم هاد الشاشيات هادو مخدومين بالكروشي زوينين. انا ديما عزيز عليا الالوان هكا ديال الغوز الصومو لورانج الموف. اختي عندها هاد الالوان هادو عاوتاني ديال الشيبي. شنو اخر شنو اخر شنو اخر؟ وهنايا انا كنوريكم شنو جابت لي وشنو جابت لختي سوريا. هنا جابت هاد السله هادي لختي سوريا. واعر صدقات حسان من السله اللي جابت لي انايا. انا جولد، هي جابت ليها السيلفر وفيها هاد الغوز هذا وكبير على ديالي. تشوفني تتفرج في هذا الفيديو عاد تشوفني شنو كنقول. مع دابا سد عليا الباب كاينين تحت وفيها هادي ممكن تسدي على حوايجك. انا ديالي ما فيهاش. ها نتوما شوف الا درتي فيها شي حاجه كتسدي باش كتبقى ديك الحاجه سيكوريزي. زوين عادي هادي ديال الحمام ديال هكا سفاري كنتي غادا شي بلاصه يومين. زوينه. والحاجه اللي الكود كوغ اللي دارتها ليا مفاجاه الصراحه ما كنتش نهائيا متوقعه منها انها غادي هادشي ديال الدرور بيجامات داكشي ديما صراحه كتجيبهم لينا. ولكن هاد الحاجه هادي اللي هي هاد القطان هذا صراحه دارتو ليا مفاجاه. ما كنتش كما قلت لكم ما كنتش متوقعه انها غتقولوا ليا صراحه. واعر عجبني هاد اللون هذا واعر كيسطريني. موف ما موف ما غوز لون واعر. جوهره واقيلا هادي جوهره ديال المبرا. ها نتوما مخيط ب غنخليها ليا هنايا باش تشوفوا اللون وتا انا نشوف اللون كيفاش غادي يجي معايا. هي القياس كتاخذوا على اختي وداد حيت انا اختي وداد تقريبا. اختي وداد شويه غلاد عليا ولكن في الطول قد قد وشده كتشد العبار على اختي وداد. ها نتوما شوفوا الحزام بهاد الشاشيه هادي. شوفوا في هاد الديطاي هذا هنايا كبير زوين. اي والله يخلي لها صحتها. وشكرا من هاد الفيديو هذا. دابا كما قلت لكم ما كتسمعنيش ولكن كتفرج في الفيديوهات ديالي. شكرا انا ماما الهلا يخطيك مرضو لك بالخير ان شاء الله. وشنو اخر؟ هاي والله بانوا ليا دابا خرجوا من دلة. هادو انا اللي كتعجبهم ليا مشاطي صراحه. عندي ديك المشطه الطويله ما كتقنعنيش. كانوا عندي بحال هاد المشاطي هادو كل مره هاللي تلفات هاللي تهرس ليها هاد كتحيد لي هاد اليديده هادي. المهم جابت لي هاد المشاطي هادو عزازين عليهم اللي كيبردوا ليا القلب. صافي واقيلا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. جبت اللعاب البنات حلوهم فرتكوهم كيلعبوا بهم. والله يجعل البركه. جاتني ابل وانا نقطع. المهم البنات كما قلت لكم هادشي اللي كاين الله يجعل البركه.
الوالدين حنا دابا اللي خصنا نردو ليهم، حنا اللي خصنا نديرو ليهم، ماشي هما اللي خصهم يديرو لينا. هذه هي الوقيته اللي عنده والديه وعنده منا شي يعطي، ميسر عليه الله، ولا تا ما عندوش يعطي غير من القليل. اي حاجه درتوها مع والديكم راه تلقاوها كتسناكم ليه، راه الوالدين راه دايرين اي حاجه عطيتوها ليهم، راه دايره بحال داير بحال الحال شي كونط بونكير في الجنه وكتحطوا فيه، وحتى حاجه ما كطيع، كل شيء كيتقيد عند سيدي ربي. كما قلت لكم اللي عنده منا شي يعطي واخا غير القليل، ديروا لوالديكم، تهلاو في والديكم، راه هذه هي الوقيته بالضبط. لحقاش هما واصلين دابا لواحد لاج، كنهضر مع الجينيراسيون ديالي، كاع الوالدين ديالنا واصلين لواحد لاج كيكونوا حساسين، واي حاجه صغيره كتفرحهم. ماما ما جاتش عندي 3 سنين هذه وحاسه بها دابا، هذه المجيه هذه غير على كاع المجيات اللي فاتوا، حاسه بها انها جايه فرحانه ومحشه انها تجي لعندي. اما دوك المجيات اللي فاتوا بحال تقولوا كانت كتجي عندي كل شهرين 3 شهور، بحال دابا بابا كان كيجي عندي ديما، ماشي بحال ماما. ماما ملي دارت هذاك الكاب ديال 3 سنين، جات هذه المره هذه محشه تجي ومحشه بناتي وفرحانه. انا نبغي نزيد نفرحها فواديس ان شاء الله تمشي، ماشي غير فرحانه، فوق فرحانه ليه، وبلا ما توصيوني راه غادي نتهلا فيها. وانا كنصحكم انكم تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، راه غادي يجي واحد الوقيته اللي غادي تندموا تقولوا علاش يا ريتني كنت درت البابا ولا الماما. اللهم الواحد اللي والدين ديالو مازالين في الحياه يتهلا فيهم للماكسيموم، واللي ماتوا ليه الله يرحمهم ويوسع عليهم الدعوات، وديروا الصدقه، راه كاينين بزاف ديال الصدقات اللي كيوصلوهم، صدقه جاريه، الدعوات، وهادشي اللي كاين. هذا ما كان البنات، غادي نقطع معكم فيديو هنايا، كنتمنى انه يكون عجبكم. بزوات نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي، واكيد اكيد ما غاديش نغبر عليكم هذه المره هذه، لحقاش اختكم النفسيه طالعه. بسلام عليكم.